جنب هنا يا عبد الشكور افندي. 12 جنيه. استنى عنك، استنى. 3 مليم، حقك. نزل الحاجات دي ودخلها جوه. حاضر يا بيه. خد نص فرنك اهو، خد البيع على لسانك. خمسة جنيه أهم، 3 جنيه مصروف الشهر أكل وشرب، واتنين جنيه اصرفي اتمتعي. احنا هنعيش غير مرة واحدة. أنا بقى هدفع حق الزبدة. هي أم شلبية جابت قد إيه؟ انطار. خليها كمان تجيب لنا قد 200-300 بيضة. حاضر. كامل ابننا رجع من الجامعة؟ لسه. راح يشوف النتيجة بتاعته يا حبة عيني من النجمة. ما تخافيش يا تفيدة، ابننا ناصح ونبيل، وان شاء الله هيرجع منصور ومعاه الشهادة يا رب. اقوم احضر لك الغدا يا عبد الشكور افندي. اتفضل يا هانم. والدي. اهلا يا كامل، ايه الاخبار؟ انا نجحت يا والدي. الف مبروك يا ابني. الفضل دعوات حضرتك ليه يا والدي؟ الفضل لله ولاجتهادك انت شخصيا. ده طول عمرك راجل عند حسن ظني بيك. ان شاء الله هفضل على طول ابنك اللي تفتخر بيه. ها وناوي تعمل ايه بقى؟ بعد اذن حضرتك، انا اتفقت مع كام واحد من زمايلي هنفتح مكتب. اعمال حرة يعني؟ لها مستقبل. بلاش كلام فارغ، المستقبل في الحكومة، في الميل، عشان تبقى راجل محترم ولك كيان في السلك الوظيفي. لكن يا والدي. ما فيش لكن. كنت فاكر انك اعلى من كده، مش عاوزك تمشي ورا الابلسة دولة اللي هيعملوا منك انسان هدوء. الوظيفة الحكومية يا ابني هي لكل انسان عاوز يستقر ويضمن مستقبله ويتحمل المسؤولية. على العموم انا كلمت لك البيك وأكيد الوزارة، ووعدني انك اول ما تتخرج هيعينك في وظيفة حكومية على درجة. مكتب طويل عريض، ساعي واقف على الباب، والمرتب 7 جنيه في الشهر. 7 جنيه في الشهر؟ مش بعيد يا ابني ان مرتبك يوصل 40 جنيه في الشهر. الناس تقول لك يا كامل بيك، والمثل بيقول ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه.
83 ده لو اتنفذ يفرق معايا 12 جنيه ولا يعمل حاجه. ده من الجاز وصل من 20 ل 25 جنيه يعني نشتري كل شهر فعلا. ناخد القميص وصل 8 فلاس والله حرام يا عالم. يا عم زكي يا عم زكي خلصنا عاوزين نلحق الفرقه قبل ما تخلص من الجمعيه. اللي عايز يقبل يتفضل بعد ساعه. لسه راح استنى ساعه على ما اقبض الهرم بتاع الاداره وهم محتاجين. دول مكوشين على كل حاجه حار ونار في كتتهم يا سيدي ربنا عايز كده. لا الاوراق هتتعرض النهارده على كامل بيه ان شاء الله. ايوه يا فندم وان شاء الله هبشر سعادتك بكل خير يا فندم. احلام سيادتك اوامر يا فندم. خلي سعادتك معايا دقيقه واحده. الو لا يا فندم خلاص اطمن يا فندم اطمن. بس بقى ما تنساش الحلاوه يا سيدي العفو. احلام سيادتك اوامر يا فندم مع السلامه. استاذ سمير انا ورايا مصالح ارجوك عايز اقابل البيه. حاضر حاضر دقيقه واحده اصله مشغول جدا. تشرب ليمون؟ مش عايز اشرب حاجه. ايوه يا صاحبي في حد عندك كامل بيه يا سمير؟ ازيك الصراحه يا فندم. اتفضل. ايه يا استاذ سمير هو في خيار وفقوس ولا ايه يعني؟ يا سيدي لا خيار ولا فقوس ده فايد بيه عبد الغني مدير عام العقود. اتفضل كامل بيه 130 جنيه و30 قرش. الله امال فين علاوه؟ بيعملوا كشف منفصل يا فندم ان شاء الله بعد يومين بالكتير. اتفضل يا فايد بيه. بعدين بعدين. اتفضل يا فندم. الله ما قبضتش ليه يا فايد؟ بعدين يا سيدي يعني هي المية حطير المهم الشغل. ما احنا بنشتغل عشان القرشين دول. قرشين؟ وهي دي فلوس دي يا كامل بيه؟ الواحد بيشتغل للخدمه العامه ليس الا. الله يرحم والدي كان دايما يقول لي رضا الناس هو المرتب الحقيقي للموظف. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. امين امين. ايه بقى الاوراق المهمه اللي معاك؟ اولا انا عايز سعادتك تمضي لي على الطلب ده. ايوه. الله هو رؤوف علوي ده مش صرفنا له حصته من الحديد؟ حصل بس هو طالب مضاعفه الحصه. ليه؟ على راسه ريشه؟ اصله بيعمل مجمع اسكاني وده بيساهم في حل مشكله الاسكان اللي في البلد. اللوائح بتقول ان غيره اولى. ايوه بس احنا واجبنا نشجع راجل زي رؤوف علوي ده. راجل بيعمل لصالح الاقتصاد القومي ومية في المية وطني. يعني هو الوحيد اللي وطني وبقيه الناس خواجات؟ يا كامل بيه ده راجل بيساهم في حل ازمه من اخطر الازمات اللي في البلد. ازمه البلد ولا ازمته هو؟ انت اصلك راجل طيب يا فايد. اللي زي رؤوف دول هم سبب المشاكل. بياخدوا الحديد ويبيعوه في السوق السوداء. لا 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 يا كامل بيه مش رؤوف علوي ده راجل عنده ضمير. وانا عندي اللوائح ما اقدرش اتخطاها. يتفضل يرفع طلبه لسياده الوزير وياخد موافقته هو الشخصيه. انا ما اتحملش مسؤوليه زي دي. عن سيادتك ايه تاني؟ اتفضل. ايوه اللي زي ده انا موافق. شوف انا راجل حقاني كل واحد لازم ياخد حقه حسب القوانين واللوائح. ايوه بس يا كامل بيه اللوائح والقوانين ما تتطبقش على راجل زي رؤوف علوي ده راجل حبوب. القانون يا استاذ فايد ما بيفرقش بين حبوب ومضروب. ده قانون مش عافية. خير طمني عملت ايه معاك؟ عملت بهلوان لحد ما خليته وافق على حصه الاسمنت. المهم الحديد رفض. طب وبعدين؟ انا كنت معتمد عليك انت عشان تقنعه. اعمل انا ايه دلوقتي؟ هتفضل برضه معتمد عليا وهحاول معاه من سكه تانيه. طب ما حاولتش تفهمه ان احنا هنرضيه؟ يا عم ده راجل فقري بيني وبين الفلوس عداوه. يا سيدي نصالحهم على بعض. انا مستعد امضي له الشيك على بياض. لا 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 كده الطماع فينا. ده لازم يتاخد كده على الهادي. ازاي؟ انا عندي فكره بس سيبني كده اجس نبطه وبعدين هقول لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاسانسير يا عم احمد. حاضر يا فندم. عاوزك تتصل باعضاء لجنه المشتريات يا فندم. اوامر بعد بكره تتنفذ اول امبارح يا فندم. عاوزهم كلهم يحضروا الاجتماع. احلام سيادتك اوامر. مش عاوز حد يقول لي في شهر العسل ساكن في بنها مشوار بعيد. امرك يا سعاده بيه. نفسي تشتغل زي ما بتتكلم. ما هو طريق سلامه يا سعاده بيه. الف سلامه. الو؟ ايوه يا فندم. احلام سيادتك اوامر يا فندم. الله يسترك، الله يعلم مراكبك. ايه ده؟ الدعوه بتاع اول الشهر؟ شرفك ان احنا قبضنا. الله يعبر بيت الاستاذ زكي السراب، هو اللي بيديني الاخبارات.
وبتدي له كام على كده؟ هو معقول يا سعاده البيت القطاع الخاص يدي القطاع العام؟ بقول لك ايه؟ بدل الشحاته والبهدله دي ما تيجي اشغلك ساعه في المصلحه وخليهم يدوك مرتب 30 جنيه في الشهر. واقعد على مرتب افتح الله يا بيه. معاك حق. اللي كفايه. خد. الله يسترها ما تفكش عن المرض. الله يسامحك يا ابويا. قادر افهم ازاي الموظف من دول ميته 40 جنيه في الشهر وراكب عربيه ثمنها كذا الف جنيه. يا سعاده البيه ده الخير كتير قوي. من امتى بتسمي الحرام خير يا اسطى محمدي؟ وبعدين بقى في المخروبه دي اللي بتعطل كل شويه. انزل شوفها بسرعه. ربنا يخليك يا بيه. ربنا يحن عليك. ربنا يطول في عمرك عشان خاطر اليتيم الغلبان ده يا بيه. ربنا يخلي لك ولادك. ربنا يطول لنا في عمرك ويخليك يا رب. اما تشوف بقى هتعمل باصلها ولا هتتوسع. ايه فيها هي العربيه؟ الموتور كحك يا سعاده البيه وعايز عمرك. لما تقدم طلب قدمت يا بيه وقالوا البند لا يسمح. حركي بقى حركي. شكرا يا ولد. ايش يا شاي؟ انا سلامة يا فندم. يا نورة. صباح الخير. يا صباح القشطة. خلصت العربية يا باشمهندس؟ كله تمام، العربية في القلسطة. ميرسي قوي. ها كان فيها ايه بقى؟ ابدا، كان الموتور بيفاوت شوية. ميرسي. ها حسابك كام بقى؟ 170 جنيه بس. ميرسي. خلي بقى عشان. نهارنا قشطة، ألف سلامة يا فندم، مع السلامة. يا استاذ طارق. نعم. ابوس ايدك ابوس ايدك. ما تجيبليش العربيه دي تاني. ليه بقى؟ انا بشغلك ببلاش ولا ايه؟ يا عم طبله مش مساله فلوس. ده انا خربت لك الموتور من الاول وجديد ولحمت لك عمود الكردان وزيدت الببان ونفخت العجل حتى الكلاكس حطيت لك واحد جديد. بص هو عايز كام يعني؟ عشان خاطرك لان انا عارفك هات 230 ساغ. اه 230 ساغ يا عالم التقل. لا حرام عليك، وهي خطيفه نهيبه يا عالم. حرام عليكم مش كده؟ انتوا اتسرعتوا ولا ايه؟ ما لقيتوش غير موظفين ازاي حالاتنا تاكلوهم؟ ده احنا غلابه مش كده؟ عيب. 230 سنه. ايوه. غيرت الموتور. غيرت ايه؟ خد جنيه وربع اهو. جنيه وربع؟ طب ادي الواد حاجه. لا ده انا هفطر بيه. سلام يا بيه. خلاص يلا سيبه. سلام يا ايه؟ خد خد خد. سلام يا خد. دول ليه؟ مالك كانوا غلابه. يلا يا استاذ طبيعي. سوقوني. يا سوقي ايه؟ ماشي لوحديها. يا رب خلصني منه الهي وحق جاه النبي. انت رايح فين؟ شبرا. اركب. شبرا. شبرا. اركب. وانت سيده. اركب. وانت تحرير. اركبي. وانت المعادي. اركبي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. الله. اللهم ارحمك يا روحيه واجعل مسواك الجنه. اللهم نجح اولادي. اللهم ارزقني برزقهم. اللهم وفقهم دنيا واخره يا رب. السلام عليكم. اهلا 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 باحلى وانبه بنت جامعيه، مش في مصر بس وفي اوكسفورد كمان. اوكسفورد كمان؟ طبعا. هو انت شويه، انت بنت مدير عام اللي مرشح يبقى وكيل وزاره. والصحة برضه للست المدير العام ده حلو، يفتح الباب بمجلة المطبخ. فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ افرض حد غريب شافك دلوقتي، يقول ايه؟ يقول ان سيادة المدير العام بقى طباخ. ده شرف ليا يا بنتي ان اخدمكم،
الا وانا عندي حظ منكم في الدنيا. انا حتى لو بقيت وزير مستعد اطبخ وانسح واكنس، واذا لازم الامر اردع كمان. يا حبيبي يا بابا انت انسخ قد في الدنيا كلها. وانت اكبر اونتاجيه في الدنيا كلها. انا طبعا يلا قدامي لازم تساعديني في الاكل. قولي بقى يا بابا انت اتعلمت الطبيخ ده ازاي؟ اولا الطبيخ ده نفس شخصيه، وانت احلى شخصيه. ثانيا انا ما كنتش اقدر افارق امك ثانيه واحده، كنت دايما في دلها. امك كانت قويه طبيخ وانا كنت قوي امك. وطبعا من كتر وفادك معايا في المطبخ اتعلمت الطبيخ. ده احنا ما طبخنا سوا. سلام يا بابا. انت عارف ان كلامك ده بيخليني اتاكد ان الحب بيعلم الانسان حاجات كتير. ما هو كمان يا بنتي مش اي ست تتحب. امك كانت حاجه تانية، الله يرحمها ويحسن اليها. يلا هي اختك فاطمه اتاخرت ليه؟ ده الميكانيزم بتاع مكنة النسيج ببساطه شديده. فهمتي؟ طبعا فهمت. عليا النعمه يا ابني، لو اساتذه الجامعه بيشرحوا زي حضرتك كده ما كانش حد سقط. دي مجامله بقى ولا ايه؟ ابدا يا صلاح، دي الحقيقه. خساره فعلا انت ما كملتش بعد ما خدت دبلوم الصنايعي. ومين قال ان انا ما كملتش؟ ده انا دخلت اكبر جامعه. قصدك الدنيا؟ هتكلم عليك ايه؟ شوف يا فاطمه، البني ادم هو اللي بيعمل قيمه لنفسه مش الشهاده. بس الناس بتقول ان شهاده الجامعه يعني وظيفه محترمه. انا اللي يهمني رايك انت. ما انت عارف يعني مفهومه. على طول الخبر. ياما نفسي ابطل، ربنا يقدرني وافتح لك مصنع نسيج على قد كده تنفذي فيه بقى كل اللي اتعلمتيه في الجامعه. بس ما افتكرش بابا يوافق. الله، وايه اللي هيخليه يرفض؟ عايزني ابقى مهندسه في الحكومه على كادر ودرجه. يا فاطمه كامل بيه راجل متنور وبيفهم، وبعدين هي الحكومه ايه والاهالي ايه؟ مش بلد واحده والله، يعني احنا ولاد عرب وهم الدرانيط. اهلا يا فطنطن، ازيك يا بنت؟ اهلا يا عم، ازاي صحت حد؟ طب ده ايجار البيت الحمد لله احنا مأجرينه من زمان، وده مصروف لكم 40 جنيه عشان لحمه طول الشهر. ولا وزير الاقتصاد يقدر يحل المشكله دي، الميه دي مش هتكفي 10 ايام. اقول لك يا بابا نخفض بند المواصلات. يعني ايه؟ تروح انت واختك الجامعه ماشيين؟ رياضه بقى. ما هي الرياضه دي حدها وبالجزم، انا عندي الركوب ارخص. خلاص بقى يا بابا نخلي القسط محمد يوصلنا. ايه محمدي بعربيه الحكومه؟ وفيها ايه؟ ما كل زمايلي ابهاتهم بيوصلوهم بعربيه الحكومه. لا يا سماح، دي مساله ضمير. ان كانوا هم بيردوا بالقرش الحرام على عيالهم، انتوا عندي اغلى من مال الدنيا كلها. ما هو مدام بيركب الناس لحسابه يبقى احنا اولى. هو مين ده؟ القسط محمدي، انا شفته بيلقط زبائن من محطه الاتوبيس. بقى كده اتاري العربيه كحكحت من بدري. طيب يا استاذ محمدي، الموريتك جرايه يا جماعه، ما حد يعمل لي كوبايه شاي كده عشان اعرف اذاكر. ما تعمل لنفسك يا اخي. الله، ما انا بذاكر وانت قاعده اهو. خلاص يا بطل، هو عامل لي كوبايه شاي. خلاص يا منى. حاضر يا بابا، علشان خاطرك بس. بابا انا محتاج درس خصوصي في الرياضه. المشي يا ابني احسن رياضه. يا بابا انا ما بتكلمش على الرياضه البدنيه، حضرتك فاهم وانا فاهم. لما انت فاهم وانا فاهم بتقرفني ليه؟ ما تخلي المدرس يشرح لك. يا بابا ده الفصل فيه 50 تلميذ، ولو المدرس ادى لكل تلميذ دقيقة الحصة هتخلص قبل ما يخلص كلامه معاهم. ما زمانك بينجحوا ازاي؟ عشان بياخدوا دروس خصوصية، واللي بيديهم مدرس الفصل، واللي ما يرجاش ياخد عنده يسقطه. الشاي خلص، اخطف رجلك هات لنا باكو شاي. خليك انت يا ابني شوف مذاكرتك، انا هغير هدومي وانزل اجيب الشاي. معقول يا بابا حضرتك اللي تنزل؟ يا ابني اتحرك ما تتعبش ابوك. انت مالك؟ في منك. اكمل بيه منور. ما تتفضل تشرب معايا شويه شاي. انا رايح اشتري الشاي. معقوله ليه ساعتك تشتري شاي وانا موجود؟ ده انا زي ابنك. استريح انت وانا اروح اشتري الشاي. انا هشتريه بنفسي. انا طب ابعت حد من الصبيانه بيه عاوزه في ال ده انت حبيبي. هات لي كومباية وشويه سلطه على ما اشتري الشاي وارجع لك. حاضر يا بيه. خد يا عم سيد جيب لي دول. كام دول؟ 30 جنيه. باكو شاي يا عم سيد. اهلا كامل بيه، دقيقة واحدة. ولا في يا عم سيد؟ هتحس عليا انت شاكك في سنتي ولا ايه؟ قلت لك 30 جنيه. ماشي. لا يا عم سيد، غير لي دي.
انت هتحوشيهم. لا هحشيهم. طريق السلامة ان شاء الله. ايه الحكاية يا عم سيد؟ مين دي؟ واحدة صحاتها. انا والفلوس دي بل اراد اصل بتلزمني الفكة. كل اللي بتلمه بتيجي تجمده من عندي. 30 جنيه في اليوم؟ ساعات 35، ساعات 40. يعني ايه؟ 1000 جنيه في الشهر؟ دي مرهية رئيس الحكومة. ولا بقيت رئيس حكومة أمريكا كمان. هات لك شاي يا عم. 1000 جنيه في الشهر؟ وسنة وجامعة والله أعمال حرة ودي لا حكومة. الله يسامحك يا أبويا. اتفضل يا ريم. اكتب على الحساب. حاضر يا ريم. كم الحساب؟ 170 قرش. 170 قرش. ايه؟ كرومباه بجنيه. كرومباه بجنيه. شويه سلطه ب70 قرش. شويه سلطه ب70 قرش. فلفل حامي ب60 قرش. بلاش فلفل ياسين. قوطه ب60 قرش. بلاش قوطه. امال اتفضل ايه في السلطه يا بيبي؟ انتوا واخدين علاوه. علاوه؟ العيال واخدنا ما تجيبش خمس كرومبات. احنا ناخد العلاوه من هنا وانتوا تغلوا من هنا. بتعرفوا الحاجات دي منين؟ بتعرفوها منين؟ ايه على الحساب. عارفه يا سماح؟ اللي يتكلم مع صلاح ولا يكونش عارفه؟ يتهيأ انه زي ما يكون معاه بكالوريوس ويمكن ماجستير او دكتوراه كمان. ايه الحكايه يا ست فاطمه؟ انت اليومين دول يعني كده ما بتشبعيش من سيرته؟ انا ابدا. اصل يعني جارنا وابن حلال كده. سماح. طب افرضي مثلا، يعني مثلا لو تقدم لك شاب زي صلاح تقبلي تتجوزي؟ اهم شرط في الجواز التكافؤ بين الراجل والست. قصدك في الشهادات يعني؟ انت شايفه غير كده؟ يا بنتي البني ادم هو اللي بيعمل قيمه لنفسه، مش الشهادات. ما انا ناس معاها شهادات. بشويش بشويش. مالك كده اتحمقتي؟ ابدا. منور يا كابتن بيه. منور. اهلا اهلا يا حبيبي. اتفضل اشرب الشاي. تشك تشك دقيقه واحده. تشك اوعى انت اوعى. اتفضل بيه. يلا سوق. سلامة بيه. ألف سلامة. حبيبي أنت أنا واصل حتة طويل يا حلم. الجدع ده في الخارجة والدخلة هريني سلامات. أبدا. تلاقي شايف العربية عايزة عمرة طبعا الدهاب. العربية عاوزة عمرة من عمايلك أنت. أنا صاحب بيه. أيوة بيناش أفوك أنت بتاخده بكام من محطة الأتوبيس لحسابك أنت. مش ممكن يا صاحب بيه. أنا لا يمكن أعمل حاجات بالشكل ده. اللي شايفك ما يكذبش أبدا. انا من بكره لحالهم يشوفوا لي سواق تاني عنده ذمه غيرك انت. ما تقطعش عيشك يا كابتن. اعمل معروف. اعمل معروف ودي اخر مره. بص قدامك انا مش ناقص مصايب. اعمل معروف يا سعاده البيت. اعمل معروف. انا بعمل كده غصب عني. ده انا بجري على كوب لحم. المره دي هسامحك. مره تانيه هحولك للتحقيق. انا نفسي افهم بس. انت كنت بتسوق العربيه دي ازاي؟ انا بسوق بقالي 40 سنه. مش الفكره. بس ده جواها ما كانش فيه غير الكهرباء الورانيه. يعني ما كانش فيه كرسي اصلا للسواق. ايه دي كان فيها كرسي المطبخ. سيب كرسي المطبخ بتاعي يا حراميه يا نصابين. بلاش فضايح. حد يحط كرسي المطبخ في العربيه؟ اديني انا جبت لك كرسي قطيفه كده اهو. عايز كام؟ بقول لك ايه، مش عايزين فضايح في الحته ومش عايزين صوت عالي عشان انا عارفك وانت. ايوه. هات 120 قرش. ايه 120 قرش يا عم طوبيا؟ يا ضلاليه يا عم طوبيا. يا عالم يا خطافه حرام عليكم. مش كده يا عم طوبيا؟ خد يا اخويا جنيه اهو. انت مش عايز منك حاجة؟ لا خد. مش عايز منك. انا كمان حرام عليا اظلمك. ظلمني؟ بقول لك ايه؟ اوعى اشوف وشك تاني. انت مش عايز. انا اللي مش عايز اشوف خلقتك. انا مش عايز اشوف خلقتك ابدا. انا هقفل الورشة وهعزل. لا يا شيخ. يا رب يخبط في طيارة وماشي. ايه؟ يلا يا راجل. سؤالك يا كامل بيه. انا مش قادر افهم ليه الوزارة بتتعامل مع غيري وانا لا. افهم حضرتك. اتفضل. الوزارة اللي ما بتحتاجش بتعمل مناقصة. ايوه. واللي بيقدم عطها اقل بترسى عليه. بعد اذن سيادتك المساله ما هيش كده. يعني ايه؟ يعني انا باستمرار بقدم عطاء اقل وبيتفقوا مع العطاء الاكبر. مستحيل يا كامل بيه. انا مش بعاتبك. كل واحد له الحق يتعامل مع محاسيبه. محاسيبه؟ محاسيبه يعني ايه؟ روق يا كامل بيه روق. خد سيجاره. ما بدخنش يا كامل بيه. انا راجل طول عمري في السوق واحب افيد واستفيد. الكلام ده في السوق مش في الوزاره اللي لها لوائح وقوانين. بكام؟ بكام ده ايه؟ انت بتطعن في ذمه موظفي الحكومه؟ اطلع بره. اطلع بره جنبك مريض. انا اسف. انا اسف بره. انا اسف. ايه ده؟ الا بكام دي؟ يا زينب كمان بتتباع؟ ايه اللي قالك الدنيا كده يا اخواتي؟
حصل خير يا فندم، حصل خير. ده انا لو وقفت قدامه دقيقه واحده كان حدفني من الشباك. سعادتك غلطان. ايه بس اللي وداك للقفل ده؟ انا قلت نفتحه يمكن ربنا يفتحها علينا. لا يا عزيزي، ده مسوجر ومفيش رجا منه ابدا. اروح لمين بس؟ والله انا احترت واحتار دليلي. لا ما انت خلاص بقى رسيت على بر الامان، وان شاء الله مش هتخرج من المكتب ده الا وانت مبسوط اخر انبساط. ده عشمنا فيك والله يا فايد بيه. لا 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 يا فندم، ده شغلي انا والله، بضحي بوقتي كله في سبيل خدمه الجماهير اللي زي حضرتك، ولازم اخليهم يطلعوا مستفيدين قد ما يقدروا. امال انا يعني اسمي فايد ليه؟ مفيد ومستفيد. ساعتك بس قولي كده طلباتك ايه، وان شاء الله مش هتخرج من هنا الا وانت مستفيد. الوزارة قايمة على رجلي يا فندم، كلهم مستنيين حركة الترقيات الجديدة. مبروك وقدامنا سعادة البيه. مبروك على ايه؟ طب سعادتك المرشح الوحيد انك تبقى وكيل الوزارة. الحقيقة كان لازم اكون وكيل وزارة من 3 سنين، لكن في ناس سبقونا. معلش لسه ما عنش الاوان. وقال الاوان يا كامل بيه. ثم هم هيلاقوا زي سعادتك فين؟ موظف كفء، نشيط، صاحب ضمير حي، وفوق كل ده بتعرف لنا يا فندم. اخبار مكافاه العطاءات ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. متعطله في الحسابات يا فندم. ليه؟ اصل احنا ما حطيناش في اللجنه حد من بتوع الحسابات يا فندم. يعني ايه؟ فيها ولا اخفيها؟ ان الضمير بقى يا سعاده البيه. انا مش عايز اعطل سيادتك اكتر من كده. السلام عليكم. استاذ سمير. ايوه يا فندم. انا عاوز منك خدمه. رقبتي. ما تعرفيش مدرس رياضه؟ ابني محتاج لدروس خصوصية. طب ما يروح للمدرس بتاعه. مش فاضي يا سيدي. اخ لو انا بعرف رياضة يا سعادة البيه كنت جيت بنفسك بيت ودرست له رياضة، كان هيبقى شاطر جدا. بس ما تحملش هم يا سعادة البيه، ما تحملش هم. انا هشوف لسعادتك مدرس شاطر جدا ويكون مهاود في الأمر. ايوه مهمة قوي حكاية مهاود دي. شوف يا استاذ، عايز ابنك في مجموعة من 5 تلاميذ تدفع 5 جنيه. الله يفتح عليك، حلوة قوي. 5 جنيه في الشهر دي. في الشهر؟ يا استاذ كيلو اللحمة بقى ب6 جنيه، تقول لي في الشهر 5 جنيه في الحصة. وعندك ايه غير ابو 5 ده؟ مجموعة من 2 يدفع 10 جنيه. وايه التاني؟ درس خصوصي في البيت 25 جنيه في الحصة. امال الفسحة بكام؟ لا دي عليا انا. بقول لحضرتك ايه؟ ام 5 دي مش ممكن تبقى. يا استاذ انا ما عنديش فصال واسعاري فيكس. بس انا استاذ عاوز لحضرتك كده. الحصه انتهت، بكره ما تنسوش تجيبوا معاكم الفلوس. اتفضلوا. تمام. شوف يا استاذ، انت ما تضيعش وقت ووقتك. انا لولا توصيه الاستاذ سمير ما كنتش قبلت ابنك ابدا. ما انت شايف الحاله اهو. انا يا كومبليت. امر الله، خلينا في ابو 5. والدفع مقدم. مقدم يا فندم. وتأمين حصتين. حاضر. مش كده يا بابا؟ يا احلى بابا في الدنيا. حته مفاجاه يا بابا لكن هايله. دي احلى مفاجاه عملتها لنا حضرتك. مفاجاه ايه يا اولاد؟ التلفزيون الملون والفيديو. في بيتنا في تلفزيون ملون؟ يا سلام، يعني بقى مش عارف. ما خلاص يا بابا بقى، المفاجاه اتحرقت خلاص. مين اللي بعت الحاجات دي؟ اللي جابها قال دي من طرف رؤوف بيه علوي. بقى كده دلوقتي بقى اقدر استلف افلام من صحابي عشان يعرفوا اللي عندنا فيديو زي ما عندهم. اسكت، انا كنت ببقى في نص هدومي من اصحابي لما يعرفوا ان احنا ما عندناش تلفزيون ملون وفيديو. يا فايت، انا كامل عبد الشكور، من غير اهلا ولا سهلا. تعالى لي بسرعه. ايوه، من غير تفسير. الله، ده فيلم كاراتيه كله ضرب. ضرب؟ ضرب ايه يا اخي؟ انا عاوز اتفرج على حب وغرام. حب وغرام؟ انت رخرة. نتفرج على فيلم كوميدي نضحك. بس سيب الحاجات دي. ايه يا بابا، في ايه مالك؟ انا طول عمري راجل شريف، ربيتكم بكد وعري، ولا قبلتش ابدا قرش حرام يدخل بيتي. الحاجات دي رشوه. رشوه مع سبق الاصرار والترصد. يا رشوه ايه بس يا كامل بيه؟ ما تحدكهاش قوي كده. ما اسمهاش رشوه، اسمها هديه. كدو. ورؤوف علوي يهديني بمناسبه ايه؟ صاحبي قريبي نسيبي. يا راجل انت مش بتخدمه. انا بخدم شغلي. وهو مش بيستفيد من اللي انت بتعمله له ده؟ انا باخد مرتب علشان كده. مرتب؟ مرتب ايه يا كامل بيه؟ بذمتك مهيتك دي تساوي المجهود اللي انت بتعمله؟ القانون الوظيفي كده. والقانون الوظيفي
بيكفي مصاريف عيالك يا كامل بيه. كل واحد يقدر يعيش على قده. مفيش حاجه بقت على قد اي حد. الحكومه بترفع ماهياتنا جنيه والاسعار بترتفع 5 جنيه، والمسؤولين عارفين ان احنا هنعرف نتصرف. نتصرف يعني المسؤولين بيقولوا لنا ارتشوا؟ مش لازم يقولوا لنا ارتشوا، انما الحادق يفهم. وهم بقى فاهمين. لو كانوا فاهمين ده ما كانوش عملوا قانون يمنع الرشوه. يا سيدي ما البلد مليانه قوانين، عندك قانون المرور وقانون الاسكان وقانون التموين، مليون قانون وقانون. والشاطر اللي يعرف يدندن على القانون. لا يا حبيبي انا لا حدق ولا شاطر، انا اتولدت شريف وعشت شريف وحاطط كده على طول حتى لو اضطريت اشحت علشان اربي ولادي. يا كامل بيه انا خايف عليك، صدقني لو استمريت على كده مش بعيد يجي اليوم اللي تمد في ايدك وتقول لله يا محسنين. صباح الخير يا سماحة. صباح الخير يا استاذ. اسمحي لي اقعد معاكي؟ اه طبعا اتفضل. ايه رايك في محاضرة النهارده؟ ممتازة زي العادة. طب ليه ما سألتيش زي العادة؟ اصلي مقتنعة بكل اللي حضرتك بتقول. مجاملة بقى؟ لا العلم ما فيهوش مجاملة. بس انا كنت عاوزة استفهم عن حاجة اتقالت النهاردة في المحاضرة. اهو كده. ها عايزة اسألي عن ايه؟ حضرتك اتكلمت عن ضرورة التوائم مع المفاهيم الجديدة للمجتمع. ده ضرورة؟ وأي مجتمع بتحكمه ضرورات اقتصادية؟ طبعا. يعني الوضع المادي أهم من الوضع الاجتماعي؟ اديني مثل. يعني مثلا لو واحد معهوش شهادة وبيكسب فلوس كتير قوي، ممكن حياته تبقى سعيدة مع واحدة متعلمة أحسن مني؟ السؤال ده خاص بيكي؟ لا طبعا، هو خاص بواحدة قريبة مني ويهمني يعني إني أعرف رأيك. الشهادات والوضع الاجتماعي المتساوي عمرهم ما عملوا حياة سعيدة، المهم الاقتناع وأخلاق الشخص نفسه. وإلا ما كناش سمعنا عن حدوتة الشاطر حسن اللي اتجوز بنت سلطان. وزي ما قلنا في المحاضرة النهاردة، على الفرد أن يتواءم مع التغيرات الجديدة في المجتمع، وأن لا يقف منها موقف الرافض حتى لا يتعذب ويعرض نفسه للاضطرابات النفسية والسلوكية. صدقني لو قلت لحضرتك ان اعجابي بارائك بيزيد كل يوم عن الثاني. يا ترى ارائي بس هي اللي عجبتك؟ احنا اتكلمنا مع بعض كتير قوي النهارده، الطلبه هيقولوا ايه؟ باي باي دلوقتي. على فكره قريب قوي ما حدش هيبقى عنده فرصه يتكلم علينا. مع السلامه. خلاص يعني مركبنا كاسيت وحطينا زرارين بدل اللي بيفوتوا دول. ميرسي ميرسي قوي. ها كم حسابك؟ 150 جنيه بس. ياه ده رخيص قوي. كفايه حضرتك غالي علينا. اه سوري انا معيش بالدولار. دولار ماشي والله صعبه ماشي. انا بهزر معيش فكك. ميرسي خلي بقى عشان. شاكرين جدا مع السلامه. عملت لي ايه يا اسطى؟ لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ نعم. انا لقيت العربيه من جوه خرابه بقى. ازاي بقى؟ ما عدتش تنفع. عملت لك حل فل. ايه هو؟ تعالى. ايه رايك؟ حلو. ها دلوقتي بقت عربيه قوة واحد حمار. واحد حمار. تمون برسيم وتبرطع زي ما انت عايز. يعني انت شايف كده ان العربيه ممكن تمشي؟ زي الفل. كده اهو. اه. طب حضرتك عايز كام مني بقى؟ يعني البردعه بالحبل ب 2 جنيه وشيلن. ايه؟ 2 جنيه وشيلن يا حراميه يا ضلاويه يا نصابين. ما لقيتوش غير الموظفين زي حالاتنا اللي اسفقناكم. يا عم طبيا ده انا ما حسبتكش على الحمار، انت عارف الحمار دلوقتي بكام؟ بكام الحمار؟ مش مهم، المهم خدها وخلصنا وابقى اكل العربيه كده معاك. كده اهو هشحنه. زقني. ما زقك ايه؟ وانا هزقك. بعد كده تروح لبيطار ما تجريش. مع السلامه. الله الله يخرب بيتك. شو عليك على منظرك. تعالي. اهلا يا سلام. اكيد انت مجنون. ليه ما انت عارفه. طب لو بابا شافنا دلوقتي اقول له ايه؟ قولي لاخويا. بس ما كانش في داعي ان انت تسيب شغلك وتتعطل. نعم لا اتعطل ولا سيبكيش تتبهدلي بزحمه المواصلات. يا مجنون احسن تشوفنا مع بعض. براءه فاطمه هو احنا بنسرق؟ هناخدها معانا مش احسن ما تتزنق في الاتوبيس. سماح
الخير. اهلا مساء الخير. ازيك يا صلاح؟ اهلا اصل الباشمهندس صلاح كان زي ما تقول يعني ايوه مفهوم، كان معدي بالصدفه فحد يوصل. ايوه تمام كده. ايوه تمام. على العموم انا اتكلمت في حكايتك مع الاستاذ شوقي المعيد بتاعنا. حكايتي؟ ايوه، والمناقشه انتهت لصالحك. ازاي؟ لا ازاي بقى، دي لما نوصل البيت ابقى اقول لك. قدامي. ايوه. خليك انت في مذاكرتك. السلام عليكم. رجعت بدري ليه؟ اوعى تكون زوغت من الحصه. لا، المدرس هو اللي زوغني. يعني ايه؟ يعني عايز 10 جنيه. الله، ما انا مديله الجمعه اللي فاتت 10 جنيه. يا بابا دول على الحصتين اللي فاتوا، ال 10 جنيه دي معايا عشان الحصتين اللي جايين. هي ناس دي ايه؟ بتلحق تاكل فلوس؟ بابا انا نسيت اقول لحضرتك. خليكي ناسي احسن. دول 3 جنيه بس يا بابا حبيبي، هشتري ورق رسم. حاضر. وانا يا بابا جزمتي اتهربتت خالص، مش معقوله بقى هروح الكليه حافيه. حاضر، بكره هعمل سلفيه على المرتب. اه، بدل في سلفيه كده انا عايز سويتر جلد. جلد ايه وهباب ايه؟ اتعلم الاول وبعدين اتعلم. قول من وشي. صباح الخير يا كامل بيه. صباح النور يا استاذ فاي. انا جاي اشرب فنجان القهوه المحاوب بتاع كل يوم الصبح. انا تحت امرك. ايه يا كامل بيه، في ايه؟ مالك؟ ابدا مفيش. يا ساتر، دي التنهيده طالعه منك يا راجل تحرق بلد. كامل بيه صدقني مفيش حاجه في الدنيا دي ابدا تستاهل انك تشيل همها الا الاولاد. اصلك ما جربتش الضرا. ايه، حد منهم زعلك؟ لا ابدا، انا اللي زعلان علشانهم. مطالبهم كترت والمرتب اديك انت عارفه. على فكره انا واخد على خاطري منك قوي يا كامل بيه. ليه؟ يصح ان انا اسمع انك مقدم طلب سلفيه من شؤون العاملين؟ محتاج له هعمل ايه؟ سيادتك عايز سلفيه كام؟ 100 جنيه. خلي ال 200 جنيه دول معاك. لا 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 لا. طب ورحمه امي لو ما خدت الفلوس دي؟ ما انا داخل مكتبك بعد النهارده. لا 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 يا راجل، حط الفلوس دي شيلها في جيبك. طب تحب اكتب لك وصل يا امانه؟ وصل؟ انت بتشتمني يا كارل بيه؟ بيني وبينك انا وصل؟ حط دول في جيبك. يلا يلا يا راجل شيلهم. عيب، ربنا يقدرني ويرد لك جمايلك. انت عارف يا كارل بيه، انا جات لي فكره حلوه جدا. خير؟ تنفعك يعني. انت راجل كفاءه ممتازه، وألف شركة في البلد تتمنى إنك تشتغل عندها ولو فترة بعد الظهر. أيوة بس حضرتك عارف إن لا يجوز الجمع بين وظيفتين. حلو قوي الجمع بين وظيفتين دي. يا راجل، ده نص موظفين بلدك الكبار جامعين ما بين 16 و18 و20 وظيفة. خلاص بقت جت على كامل بيت كفاءة ويبقى الجمع ما بين وظيفتين. أيوة والله معاك حق. أنا ما عنديش مانع أعينه عندي في الشركة. مش هيوافق. ليه بس؟ عشان مش لازم يحس ان احنا عايزين نشتريه، الاحسن نلاقيله شغلانه في حته تانيه. انا لغايه دلوقتي مفيش خلاف بيني وبينه. هاي، طب ما نشغله عندك. وتفتكر مش هيعرفنا بعد كده؟ لا ما افتكرش، اصل احنا هنبقى مسكينه من ايده اللي بتوجعه. مش فاهم قصدك ايه؟ علشان ممنوع الجمع بين وظيفتين، فلو زرجن معانا حاجه من الاتنين، يا نبلغ عنه يا يسيب شغلنا يمشي، وفي الحالتين احنا كسبانين. طول عمرك جهنم يا فايد بيه. الحياه علمتني اني اتواءم مع كل الظروف، اعيش بمنطق العصر اللي انا عايش فيه، وان الاقي نفسي زي سي كامل فقري. المهم لازم تدوله مرتب يساوي مدير عام. يا بطه سماح. ايوه بابا. خير؟ هنيني ولا لكم هنوا نفسيكم. ليه يا بابا؟ لقيت عروسه؟ يا بنتي اكتشف عيب. طيب. انا لقيت وظيفه. وظيفه؟ ايه بابا، انت استقلت من الحكومه؟ وده معقول؟ لقيت وظيفه في شركه عبد العظيم بيه السايس. فكركم المرتب كام؟ كام؟ 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه؟ طيب عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش.
اهو ده فعلا بقى يا بابا اللي عرف يقدرك بيه صحيح. بس يا بابا حضرتك لو اشتغلت الصبح بعد الظهر هتتعب قوي. يا بنت انا لسه شباب، انا مستعد اموت علشانكم كمان. ربنا يخليك لينا يا بابا اعظم اب. يا حبيبنا يا بابا انت يا جميل. طبعا هتشتري لنا تلفزيون ملون. طبعا طبعا طبعا. والفيديو؟ لا واحده واحده. وانا بقول لكم ايه، هم عيالنا حرامي. مبسوط؟ الحقيقة لا، أنا زهقت من يوم ما تعينت في الشركة، لا بقدم ولا بأخر. إزاي تزهق وأنا جايب لك في أوضتك فيديو وتلفزيون؟ أنا جاي أشتغل مش جاي أتفرج على فيديو وتلفزيون. يا سيدي مش مهم الشغل، ده أنت وجودك معانا في الشركة شرف كبير لينا. بس أنا ليا طلب صغير عنك. خير؟ بقى يا سيدي الأمر وما فيه، إن الطلبات اللي جاية لنا مش هنقدر نلتزم بمواعيد تسليمها الا اذا الوزاره عندكم زودت لنا حصه الحديد اللي بناخدها. قدم سعادتك طلب ونعرضه على سياده الوزير، واذا لقينا الناس. انا مش محتاجه سياده الوزير، انت منك تخلص لنا الحكايه. دكاكين يعني؟ وهتبقى خدمه للشركه اللي بتاكل منها لقمه عيش. لو رغيف عيش بحاله عبد العظيم بيه مش عاوزه. نعم؟ مش انا اللي تشتريني بلقمه. بس دي لقمه كبيره قوي يا كامل بيه. لو طولت عيش بحالها برضه مش عاوزها. الظاهر حضرتك غلطت في عنوان الشخص اللي عاوز يشتغل معاك، واعتبر الكلام اللي بتقولك ده استقالة مكتوبة مني. يا كامل بيه، كامل بيه اتفقنا. كويس ان حضرتك جيت دلوقتي. ايه يا ابني، في حاجة حصلت لاخواتك؟ ما حصلش، انما هيحصل. قول يا ابني ما تخوفنيش. اصل عندنا ضيوف. ضيوف؟ مين دول؟ الاستاذ شوقي المعيد بتاع سماح في الكلية، جه هو ووالدته عشان يقابلوا حضرتك. يقابلوني بمناسبة ايه؟ بمناسبة شم النسيم. يا دمك نورت البيت يا هاني. متشكرة قوي يا كامل بيه. اتفضلي يا طارق. متشكرة حبيبتي. اتفضل. ميرسي. عن اذنكم انا هروح اذاكر. باختصار يا كامل بيه ومن غير تطوير، شوقي ابني مدح لي كتير قوي في سماح بنتك، ولما جيت البيت وقابلت حضرتك تأكدت ان الكلام اللي بيقوله مش مبالغ فيه ابدا، وخصوصا في شخصية محترمة زي شخصية حضرتك. ده بس من اصلك يا هانم. ما دام كده بقى يبقى مفيش مانع نعلن خطوبتهم في اقرب فرصة. انا من جهتي ما عنديش مانع ابدا، الاستاذ شوقي شاب ممتاز وقدامه مستقبل، بس الموضوع مش في ايدي انا، لازم ناخد رأي سماح. انا راجل اكاديمي، بعد اذن حضرتك اعتقد ان هي موافقة. حضرتك شايف كده؟ يا فندم بعد اذن حضرتك، لولا ان انا ضامن ان هي موافقه انا ما كنتش جيت. على خيرة الله. وهندفع مهر 1000 جنيه. لا المساله مش مساله فلوس يا غانم، احنا بنشتري راجل. وعشان كده احنا عايزين الجهاز لازم يكون 4 اوض. 4؟ منهم اوضه مكتب، حضرتك عارف طبيعه شغل ابني، ولازم يكون له مكتب يحضر فيه دروسه ومحاضراته. طبعا مكتب. امال ايه؟ هو في عروسه من غير مكتب؟ مبروك يا سماح، الف مبروك، الله يبارك فيكي، عقبال ما نفرح بيكي قريب. ودول لما يتجوزوا انا هناكف في مين؟ هتناكف في مين غيري؟ هنفضل نناكف في بعض لغايه ما تتجوز انت راخر وتسيبوني لوحدي بطولي. معقول يا بابا؟ هو احنا هنسيبك ابدا؟ ده مش ممكن، احنا ما نقدرش نستغنى عنك ابدا يا حبيبنا. ده منى عيني يوم اشوف كل واحده فيكم في بيتها مستريحه. بكده بديت رسالتي ووفيت بوعدي للمرحومه امكم. ربنا يخليك لي يا بابا، ما يحرمنيش منك ابدا. عبد العظيم السايس اتجنن؟ اكيد اتجنن. ازاي يطلب منك انت بالذات طلب بالشكل ده؟ ازاي؟ انت كامل عبد الشكور ان العيل ينزل من بطن امه سامع عن نزاهتك وامانتك وشرفك؟ مش فاكرك طلعك. وانا شرفني، شرفني يا راجل ان الاخلاق اتعدمت بين الناس بالشكل ده. صبح يا جلال بيه، انا كنت عايز اعمل ايه غير ان انا اساعدك يعني؟ صحيح، وانت تعرف منين؟ انت راجل صاحب مبادئ واخلاق. ربنا يعرف يا اخي، زي ما يكون حظ بيطلع على لسانه. ما تحصلش الظروف دي الا وسماح بنتك بتتخطب. سماح بنتك اتخطبت؟ ايوه،
ألف مبروك. والعريس بيشتغل إيه؟ معيد في الجامعة، ابن ناس طيبين. ابن ناس طيبين، يعني فقرة؟ لا، زينا مصطرين. ودي عاملة تعملها يا كامل بيه؟ هو الستر عاملة؟ بقى بنتك سماح اللي زي القمر اللي ألف شاب يتمناها ترميها الرمية دي؟ والله أنا كنت مستعد أجيب لها عريس يتقل تقله دهب. وإيه فايدة الدهب إذا كان محطوط في بلاص؟ أنا المهم عندي الأصل حسب النسب. أيوة ده عندي اللي بيفهم زيك. لما بقى لما تيجي تخش في تفاصيل العفش والفرش والجهاز والسكن هتكتشف إن الأصل والحسب والنسب شيكات ملهاش رصيد. عارف ما الحكاية ابتدت؟ معيش 100 جنيه تكاليف الخطوبة. طب وانا رحت فين يا راجل؟ لا يا فايد، وانا كل ما اكلمك تفتكر ان يا سلام عليك يا كامل بيه، انا والله بزعل منك، بزعل لما بتخليني احس ان انا غريب عنك. لا يا فايد، ده انت الوحيد اللي مشكلك همي. خلاص ارمي حملك على الله وعليا. اما حكايه ال 100 جنيه دي انا مش موافق عليها. ما يكفوش يا راجل، انا هدي لك 200، وان ما كفوش انا برضه سداد. بس انا الحقيقه المبلغ مش جاهز دلوقتي معايا. اقول لك، هكتب لك عنوان تعدي عليا فيه بالليل، هتلاقي الفلوس جاهزه كلها. الله يرحمك يا والدي. حكومه على ايامك الواحد كان يتجوز ويخلف ويدخل ولاد الجامعه ويتخرجوا ولا يخلصوش ال 200 جنيه. فاكر يا سعادة البيه الشحات اللي كان بيقف على باب المصلحة؟ ماله؟ اعتزل وبيكتب مذكراته؟ لا، مات وتاريه نايم على 50,000 جنيه. شحات عنده 50,000 جنيه ومدير عام مش لاقي 10,000 جنيه عشان يجهز بناته. أفندم متأسف يا هانم، الظاهر غلطت في الشقة، عدم المؤاخذة. حضرتك عايز مين يا فندم؟ عاوز فايد، فايد بيه عبد الغني. اتفضل. هنا؟ هنا. وحضرتك مين يا فندم؟ أنا كامل عبد الشكور. كامل بيه؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً، اتفضل يا فندم، اتفضل. قد إيه فايد كلمني على حضرتك كتير، وقد إيه هو معجب بأخلاق سعادتك، اتفضل يا فندم. ده بس من أصله؟ هو مش موجود؟ لا، لكن زمانه جاي. طب استحسن انا على فين يا فندم؟ وحياه فايد عندك لا تعرف. مادام حلفتيني بقى بالغالي. حضرتك يا فندم تحب تشرب ايه؟ شاي ولا قهوه؟ لا انا ما احبش المنبهات. طب ويسكي؟ بيره؟ لا 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 لا، انا بس عاوز اسال حضرتك، هي القبله منين؟ نعم. القبله عشان بس الحق اصلي المغرب بدل ما اصليها قضاء. اعتقد ان ناصيه ديت. ناصيه دي؟ ايوه. شكرا بنتي، بس للاسف انا ما عنديش سجادة صلاة. مش مهم، ده بيت فايد بيه، ده بيت طاهر. طاهر؟ عمل ايه؟ بيصلي. ايه؟ بيصلي. انا مش قلت لك مفيش منه فايدة؟ يا راجل يا راجل ما تستعجلش، هو عشان بيصلي يعني تفقد منه الامل؟ اصبر بس اصبر، ان شاء الله كده ربنا هيهديه ويوافق. نعيما. نعم. هما مش بيقولوا بعد الصلاة كده؟ قصدك حرمه. معلش انا متأسفة. جمعا ان شاء الله. والله يا ستي حلاوة الايمان بتخلي البني ادم ينسى ملذات الدنيا. اسمحي لي اسألك سؤال ولو فيها تدخل شوية. اتفضل. حضرتك حرم فايد بي؟ لا قربته. من الاب ولا من الام؟ لا من المدام. نسب. انا اسف يا كامل على التاخير الاول. اهلا. طب اسيبك انا بقى شويه. اتفضل يا فندم. كسفتني يا اخي. ليه؟ افتكرتك مديني عنوان بيتكم. لا مدادتنا برضه. ايه ده؟ متجوز 2؟ ايوه، بس دي اخت المدام الجديده. 2 يا فايد؟ 2؟ منين؟ ما اخبيش عليك يا كامل يا اخويا، انا اصلي مرت عليا ظروف صعبه قوي لحد ما قابلت المدام الجديدة حلت لي كل مشاكل الاقتصادية. أصلك لو كنت دقت الفقر اللي أنا دقته عرفت أنا ليه بعز الفلوس قوي. أيوه القصد مسكت لها أعمالها وأشغالها بدل ما يمسكها لها واحد غريب. طبعا طبعا طبعا.
بس اللي صعبان عليا وبيحز في نفسي نعمات اللي هنا دي اخت المدام. تصور اغنى من اختها بكتير قوي، بس حظها سيء، مش لاقي حد يقف جنبيها. البركه فيك يا اخي. بقول لك ايه، انت مش بتحب الخير؟ ربنا قدرني عليه. طب ما تتجوزها. لا احبه بس مش للدرجه دي. يا راجل انت هتبقى كل في الكل، مشاكلك كلها هتتحل، الفلوس هتبقى في ايديك زي الرز، بنتك هتجوزها من غير ولا مشاكل. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فايد؟ انا يوم ما افكر اتجوز واحده تصرف عليا وعلى اولادي. يا كامل، هو في فاتن الغالب ومراته برضه؟ لا جايز ده رايك، انما انا رايي حاجه تانية خالص. غلبتني. استاذن، انا استاذن. المبلغ اللي انت طلبته صدقني انا مش عايز الا مصلحتك. لا متشكر. فقري. اعمل حسابك على الكتاب على الصيف، يعني المفروض تكون بتجهز من دلوقتي. كله بامر الله يا ناس كمان، اللي يعمله ربنا فيه الخير. الف مبروك يا فايد بيه. الله يبارك فيك. مبروك مبروك يا سعاده البيت. يا سيدي شكرا. وكان اتشرفت بسعادتك فايد بيه. الله يكرمك. بقى فايد عبد الغني بتاع اول امبارح يبقى وكيل وزاره وسعادتك لا. نزل اول سعاده البيت لسه درجه ثالثه. انت بتعرف تحت البيت؟ انا وهو متعينين في يوم واحد، وشهادتي هي نفس شهادته، بس هو وصل وانا لا. ده مش تخطاني انا وبس، ده اتخطى على الاقل 30 واحد احق منه. المنصب اللي مستحق يا فايد بيه. شكرا. انا لازم اواجه الموقف ده، لازم اروح لمكتبه واقول له فايد بيه انت ما تستحقش الشغلانه دي، كامل بيه هو المفروض يبقى وكيل الوزاره. لا 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 لا، كل شيء اسمه نصيب، احنا اللي علينا نعمله بس. لم سيادتك اوامر يا فندم. اخيرا رجع الحق لصاحبه، وسعادتك قعدت على الكرسي اللي ما كانش لاقي حد يقعد عليه لحد سعادتك ما جيت وشرفت ومليته عن جداره. الحقيقه سعاده البيه انا مش جاي اهني حضرتك، انا جاي اهني نفسي، جاي اهني جميع الاخوان بالشرف العظيم اللي هنبقى فيه لما نشتغل مع سعادتك وبناء على توجيهات سعادتك. بقولك ايه، الكلام ده انا كشفه كويس قوي، اه بس بيعجبني. وهتوصل. احنا بسيادتك اوامر يا فندم. يعني خلاص مش عايزه تنطقي؟ العربية مالها يا استاذ محمد؟ الموتور ده عايز يترمى يا سعادة البيه، مش الموتور بس اللي عاوز يترمى، في حاجات كتير لازم تترمى معاك. من الله يا بيه. انا غريب ومش من البلد دي ومش لاقاكل. انا مش غريب ومن البلد دي وبرضه مش لاقاكل. كمان سهلا. عم كامل بيه، عم كامل بيه منور الحي كله. مضلم ايه ومنور ايه؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ منور حاجه عمي ايه؟ بس اصلا انا بحبك قوي، نفسي تعتبرني زي ابنك. اوه انا خدها بطل اي حاجه. خلصنا يا ابني انا تعبان. طب بعد اذنك ولا في عذر مني يعني؟ انا عايز استاذن ابي انا وابويا نقابل حضرتك بعد المغرب فوق. اهلا وسهلا، لكن بمناسبه ايه؟ بصراحه بقى سعاده البيه، احنا عارفين ان مقام سعادتك عالي قوي، بس بقى الجيرة والعشرة الطويلة هي اللي خلتني اتجرأ واجي النهاردة اطلب ايد بنت سعادتك لابني صلاح. ايه؟ بتقول ايه؟ بنت مين؟ لا مؤاخذة، الانسة فاطمة كامل بيه. فاطمة؟ عاوز تتجوزها؟ ده طبعا اذا ما كانش يضايق سعادتك. مش مسألة مضايقة يا استاذ سلامة، البنت لسه تلميذة. لا مؤاخذة يا عمي،
طب ما الانسه سماح لسه تلميذه وحضرتك وافقت على انها تخطب. ايوه بس دي قدامها وقت طويل على ما تخلص دراستها. على كل حال يا عمي انا مستعد استناها العمر كله، وبعدين احنا بينا عشره طويله وجيره. عارف اجدع عليك يا ابني، اقوم اتجوز لك دلوقتي. يا ريت اروح اجيب المأذون عندي دلوقتي. اقعد اقعد يا ابني اقعد، انت مجنون. لا 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 مؤاخذه، على العموم انتوا فاجئتوني بالموضوع ده، ادوني فرصه افكر. على العموم اتاكد سعادتك ان رقبتي سداده لكافه شيء تطلب. مفيش مشاكل اهو نقرا فاتحه. يا ابني سيبني افكر ارجوك. مع الف سلامه. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم يا عمي. مع السلامه. متشكرين جدا جدا. انا عايز حضرتك تعتبرني زي ابنك بالظبط حقيقي، يعني اي خدمه اي حاجه لو دلوقتي حالا حضرتك عايز. عارف عارف. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي شال كان الدنيا بالشكل ده؟ من امتى الميه بتجري في العالي والعين بتعمل الحاجة؟ ايه يا بابا في ايه؟ تعرفي لسه سلامه كان جاي ليه؟ خير. لسه سلامه عاوز يجوز ابنه لاختك بطه. لسه سلامه عاوز يتنقل من كادر العمال لكادر مدير العموم في نطه واحده. وحضرتك قلت له ايه؟ زعلقته طبعا، قلت له سيبني افكر. اكيد هيرجع ويسال حضرتك عن الرد يا بابا. يبقى مجنون. مجنون يا ابني. حتى انا اذا وافقت صاحبة الشغل مش ممكن توافق. مهندسة يا عالم تتجوز ميكانيكي؟ بس يا بابا صلاح برضو معاه شهادة، وبعدين بصراحة فاطمة رأيها غير رأي حضرتك. الكلام ده صحيح يا فاطمة؟ يا بابا صلاح شاب مكافح وعنده أخلاق وقدامه المستقبل وعنده أمل إن الورشة تكبر ويبقى حاجة مهمة. يا بابا ده عندهم تلفزيون ملون، وياما حضرت ماتشات عندهم، دول بياكلوا لحمة كل يوم. يعني انت موافق؟ هو طبعا رأي حضرتك، بس انا بعد اذنك موافق. خلاص مش انا اللي حيولوا عليا مرات الميكانيكي. يعيش بابا مصير العمال. يا اخي تنير انت غبي. لحمة لحمة يعني الورشة بتاعت والده وهو بيشتغل معاه. ايوه ده شاب ممتاز قوي يا شاوي، نفسي قوي اعرفك بيه. ان شاء الله ان شاء الله لازم هيحصل، بس لما نخلص من حكايه الجهاز دي. على فكره احنا لازم ننتهي من الموضوع ده بسرعه، لان انا حاسس ان الشقه قريب. دي اوضه ليا يا سعاده البيه. ها ايه رايك يا عروسه؟ حلوه قوي يا بابا. بكام يا بابا؟ عشان خاطر سعادتك ب 3000 جنيه. ايه 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 ب 3000 جنيه؟ ده بيبيعها ب 4 و4 ونص. ليه وحصل ايه؟ دي احسن اوضه كان بيتدفع فيها 200 جنيه. ده كان زمان يا سعاده البيه، لما كانوا 10 بيضات بتعريفه والسمنه بالزلعه دي. الله يرحمك يا ابويا، يا ريت ايامك تعود. معلش يا استاذ هبقى افوت عليك بعدين. تحت امر سعادتك. هذا ليه يا مزاج بقى؟ تجيب السجاجيد حته صغيره كده والنطوار هتفرقها في كل حته هنا. انما بالنسبه للارضيه بتاع الشقه كلها انا هحرشها من كده. دول ايه؟ اللون اللي انت عايزاه، الكتالوج ونقي الالوان سوا. بس لازم صلاح لون يكون ماشي مع الموبيليا. ايوه خصوصا الموبيليا بقى. انا نفسي اني جبت حاجات خلفيه كده بدل الدوشه من الكبيره اللي بيجيبوها. بس الشقه واسعه يا صلاح، لازم تتنزل حاجات كتير. خد بالي بيه بقى، هو انا وانت مش كفايه عشان اللعب؟ وبعدين ده 3 يوم اللي حيقولنا بقى، كل 9 اشهر ضيف، كل 9 اشهر ضيف. الله انت عايزه تقعدي عفوا مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ انا متهيألي كفايه 2 بس يا صلاح. لا لا 2 ده ايه؟ ده انا عايز داس ده. ليه؟ هتفرقهم على اصحابك؟ يا فطوم العزوه حلوه، وبعدين العرض يوم واسع. خلينا نفكر دلوقتي في رزقنا احنا. خير ربنا كتير الحمد لله. عمك الحاج سلامه اداني 15000 جنيه. وقال لي يلا يا صلاح خد البنت خطيبتك اللي بتموت فيها دي وانزلوا لك والموبايل اللي على مزاجك. انت بتتكلم جد؟ امال ايه؟ شغال وقت قلس قدامك. بس بابا يمكن يزعل. بابا تعبان ليه بقى؟ علشان يعني المفروض هو اللي يجهز وهو اللي المفروض يعمل. مفروض ما تجيش عبيطه، ده احنا هنبقى سايب يعني اهل، يعني مفيش بينا فرق. ابوك وابويا واحد، وانا وانت برضه واحد. احنا لغايه دلوقتي 2. ايوه لغايه دلوقتي، انما برضه مفيش مهل. عايزنا نبقى واحد. بابا عندي، اتفضل روح كلمه، خليه يقدم ميعاد الجواز. ده اذا كنت مستعجل. معلش يا بنتي
المحلات كتير وهلاقي نفس الموبيليا بس ارخص شويه. ان شاء الله يا باب، ما تشغلش بالك انت. اهلا يا باشمهندس. اهلا اهلا. اهلا اهلا. لا لا سيدي، خد الثلاثه دول ليك. اللي فوق؟ ايوه ازقز فيهم. ايه كفايه؟ ايه ده كله؟ مساء الخير. مساء النور صلاح. اتفضلي يا حضرتك. ليه التعب ده كله بس؟ اهلا يا صلاح. اهلا فاطمه. اتفضلي هديه بسيطه. ايه ده كله؟ ميرسي. صلاح. ايوه عمي. عن اذنكم. ايه اصبر، بلاش فجعانه. لا ايه، مش خطيب اختي يا اختي تبقي قولي للدكتور بتاعك يخش علينا بسندوتش فول. شايفة فاطمة اللي في القدر بتاعته وديني انا شاكيك لبابا. اتفضل يا عمي، هدية بسيطة. دي صدف وفيها دهب يا ابني. النبي ابن الهدية، دي غالية قوي. ما تغلاش عليك يا عمي، وبعدين ده كل ده من خيرك. استغفر الله. بقول لحضرتك ايه، انا كنت جاي استأذنك، اول فاطمة ما تخلص امتحاناتها نكتب الكتاب على طول. في الاجازة يعني؟ قدامنا وقت نستعد. ما افتكرش هنلحق. ليه؟ كل شيء جاهز يا عمي. الشقه جاهزه في عماره ابويا، وكان على الجهاز انزل حضرتك انت فاطمه نقوا اللي انتوا عايزينه وانا مستعد. ارجوك يا ابني تاجل الحكايه دي شويه لغايه ما انتهي من جهاز سماح. يا سماح يا عمي، مش حضرتك نزلت ونقيت اللي انت عايزه وسماح عايزاه وابتديت تشتري؟ ايوه فعلا ابتديت اشتري. مالك يا سماح؟ ابدا يا بابا، مفيش حاجة. ده انت بنتي وانا عارفك. بابا انا حاسة بيك وعارفة كل حاجة، مش عاوزاك تضغط على روحك اكتر من كده. انا هرجع لشوقي شكته. انت اتجننتي يا بابا؟ مش احسن ما تحرق روحك؟ ما تقوليش كده يا بنتي، مفيش حاجة بتفضل على حالها، كل ما بتشتد الازمة بيقرب حلها، وانا باذن الله هحلها. اوعدك يا سماح ان هدخلك بجهاز يشرفك قدام شوقي وعيلته. يا رؤوف دي انا عايز حضرتك تطمن. لا 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 لا، انت اطمن، كل شيء هيمشي عادي. حضرتك في المكتب؟ هتصل بيك 10 دقايق. شكرا. ايه يا كابتن بيه؟ عملت لي ايه في موضوع رؤوف ايدوي؟ اتفضل. انا مش قادر افهم انت ليه مصر على رفض طلب الراجل ده؟ انت عارف رايي في الموضوع ده من زمان. لا دي بقى مش مساله راي، يعني ده اكيد في بينك وبين الراجل ده حاجه. اللي بينه وبينه اللوائح المصلحيه والقرارات الوزاريه. اللوائح مش هتتغير والقوانين مش هتتعدل، لكن لو انت وافقت على الطلب ده انت اللي حياتك وظروفك كلها هتتغير. يا كامل هتخرج من الخنقه اللي انت فيها دي، تعرف تجهز بنتك. كامل يا اخويا، انت عارف امضتك على الطلب ده تمنها كام؟ 10,000 جنيه. ولا 10 مليون جنيه، حد الله ما بيني وبين الحرام. يا كامل دي سبق وقلت لك 100 مرة دي مش رشوة. أمال إيه؟ زكاة؟ لا، في دنيا البيزنس شيء معترف بيه، عمولة بين اتنين مستفيدين. أما يسمحوا بيها ميري أو أفهمها. كامل دي أنا عايز مصلحتك. طب خليك معايا. افرض إن مصلحتك الشخصية تعارضت مع مبادئ عامة، لكن طالما مفيش منها ضرر لحد، ما تستفيدش أنت دي. أنا بحترم المبادئ أيا كان الموقف. طب هتعمل ايه بقى ان شاء الله في بناتك اللي على وش جواز؟ لهم رب. وانت ليك عقل بس عنده ضمير، بس مالكش قلب. اللي هو انا؟ ايوه انت. لو عندك قلب كنت حنيت على اولادك وفكيت ازمتهم. انا عشان عندي قلب وصاحب اولاد مش عايز اتصرف بالطريقه اللي تخليهم يستعروا مني في يوم من الايام. على اذنك. غير انا مش قادر افهم كامل ده فيه ايه زياده عن الناس عشان يغلبك بالشكل ده. يا حبيبتي كامل ده انسان فريد وفقري،
ما يتوجدش منه الا مره واحده في كل قرن، ومن سوء حظي انا هو عايشين في قرن واحد. الراجل ده معطل كل شغلنا في الوزاره، وما دام مش قادر عليه يبقى لازم تعمل كل جهدك انك تنقله في اي حته بعيد عننا. وحياتك حاولت. اقول لك ايه، كلمت الوزير شخصيا عشان ينقله، رفض. الراجل اصله كفاءه والشغل محتاج له. شوف يا فايد بيه، لو عرفت تزحلقه مستعد ادفع لك 50,000 جنيه ومننا 20,000. ربنا يقدرني واعرف ازحلقه. وبعدين يا سماح، ماما ابتدت تقلق من موضوع الجهاز. ليه؟ يعني عشان بابا اتاخر. وهو بابا هيعمل ايه؟ ما هو بينزل كل يوم محلات الموبيلي، لكن لغايه دلوقتي مش لاقي الحاجه اللي تعجبه. طب منزل انا وانت معاه، ما احنا لازم كلنا راي في موضوع الموبيليات والموديلات اللي هتتحط في بيتنا. اه وماله؟ على فكره، نعم، صلاح عازمنا. صلاح؟ ايوه، عازمنا انا وانت على العشاء، حجز لنا ترابيزه في الميريديان. متاسف ما اقدرش. كده يا شوقي مش عاوز تسهر معايا؟ معاك يا سماح معلش، لكن مع صلاح ما اظنش. ليه ما تظنش؟ لو حد قابله من زمايلي في الجامعه ولقاه قاعد معايا اديله صفه ايه؟ عديلك يا اخي. وصحن عديل يبقى بيشتغل ميكانيكي؟ وفيها ايه؟ انت ناسي ان انا معيد وحدق فيهم الايام استاذ؟ غريب، ما كنتش اعرف انك بتفكر بالطريقه دي. كلامك معايا قبل كده عكس الكلام ده بالمره. ارجوك يا سماح ما تفهمينيش غلط، انا مش مستعر من صلاح ولا حاجه، كل ما في الامر ان مفيش اي خلفيه ثقافيه بينا وبين بعض نتكلم فيها. لا انا بفهم في الميكانيكا ولا هو بيفهم في الفلسفه. فعلا معاك حق. قولي لي هننزل امتى مع بابا نتفرج على الجهاز؟ ايوه فعلا السعر مناسب، انما بقى بالنسبه للقسط. اسف يا فندم انا ما بتعاملش بالقسط، الدفع عندي هنا فوري عشان انا ببيع ارخص من السوق كله. وانت عارف حضرتك النهارده متر الخشب بكام؟ ايوه عارف طبعا عارف، ما انا بشتغل في وزاره الصناعه وعارف يعني. حلو قوي، يبقى حضرتك تفوت لنا اذن خشب واحنا نتفاهم. الا في شغلي انا، اشوف واحد يقسط لي ولا فوتش. ممكن اقسط المبلغ على 4 شهور. مش ممكن، على سنه. سنه؟ متاسف ما اقدرش. تدفع 4000 جنيه في الاول وال 5000 الباقيين على سنه، والفوائد 20%. مساء الخير يا بابا. مساء النور.
بالك يا بابا؟ لا مفيش. احضر لك العشاء يا بابا؟ لا يا حبيبتي، ذاكر انت. تلاتين جنيه دول ايرادة، ما انا بتلزمني الفاكهة كل يوم بتيجي تجمد من عندي اللي بتلمه. فاكر يا سعادة البيه الشحات اللي كان بيقف على باب المصلحة؟ مات ولقوه نايم على 50,000 جنيه. انت عارف لو انت وافقت على الطلب ده انت اللي حياتك وظروفك كلها هتتغير، تخرج من الأزمة اللي خلقاك دي يا راجل، تعرف تجهز بنتك. انت عارف ان امضتك على الطلب ده تساوي كام؟ 10,000 جنيه. لله يا سعادة البيه، لله يا ست. لله يا محسنين، لله. حسنة قالي يا سعادة البيه تمنع بلاوي كتير. لله لل... شكر يا نصيبتي. لا انت ايه؟ عاجز نظر يا سيادي. حياة امك. ايه انت ايه اللي نزلك المنطقة دي؟ دي حتتي انت. اتكلم، مين اللي هزلك تقف لي زي العمل الرادي؟ ما تقول لحظة حبيب عينيك وعجزك عن حق. ودي صوتك، اعمل ايه معروف؟ ما انتش عارف ان ممنوع تركب منطقة غيرك؟ منطقة ايه اللي اركبها؟ الا ده انت خشني بقى. خشني؟ يعني مستجد يعني؟ اول مرة والله. يعني بتشتغل تفليتة؟ مش فاهم. يعني من غير تصريح؟ تعال معايا. لا يا ست، انا عاوز اروح ولا عاوز اجي، انا عاوز استرزق وخلاص. ايه انت فاكرها هوجة؟ هتبقى بقى في الليلة مش فايتة على خير دي. يا ست اعمل معروف، بلاش فضايح. انت هتمشي قدامي احسن الم عليك ام لا اله الا الله واقول انك بتعجزني. لا 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 انا جاي معاك. حاضر حاضر. يلا اركب. اركب اركب بقى، ما تضيعش وقتي. عربية مين دي؟ عربيتي. شحتها برضو؟ فشر، ده انا مش رياض عرق جبيني. ربنا يديك. اعمل ايه؟ المواصلات ما بتسعفش، ومعيد يا اخويا الشغل ما بترحمش. اركب. حاضر. هي الشغلانه دي ليها مواعيد؟ مش بقول لك خش؟ طبعا لها مواعيد. خروج السينمات، خروج المسارح، خروج الموظفين اول الشهر، لازم الواحد يجري على رزقه قبل ما حد يسبقه. صح، هو كده تمام. لله ربنا يخليني في البيت. مصلحه يا روح امك. تيجي رايح فين؟ تعال. تعال. اقفل الباب وراك. هلا. ما تقعد يا اخ. قولي ايه حكايتك بالظبط؟ انا راجل غلبان. قلت لا اترسي. طب مش تستاذن الاول؟ مستجد في الكار ومعرفش الاصول. ده
طب وايه بقى اللي رماك على كار الشحاته؟ ما لقيتش قدامي باب مفتوح غير ده. ما هيتي مش مكفيه. عندي بنتين على وش جواز. اعمل ايه؟ اسلم. انت صعبت عليا. انا هديك خرطه تسترزق منها. بس لازم تقوم بالواجب. اللي تأمري بيه. تدفع لي 50 جنيه. 50 جنيه حته واحده؟ الله، مش هقيقك واوضبك. ايوه بس انا موظف مش شحات. موظف؟ خلاص انا هقسطهم لك يا سيدي. ربنا يخليكي، ربنا يسعدك، ربنا يخليلك ما يخلي عليك. بس بس بس، انت فاكرني زبونه؟ ما تستنى على رزقك، استنى لما اوضبك وهندمك كده ونبتدي الشغل. بس بسرعه يا ابوكي، اصل الحكايه ناشفه قوي. خلاص هروح اغير هدومي وانت خد راحتك، اعتبر ان البيت بيتك. ها كده يا دي شقتك؟ ايه كتير عليا؟ لا ما يكترش عليك حتى كرسي السلطان. انا متعودة اخد كاس كونياك بعد الشغل، تحب حضرتك تاخد كاس معايا؟ لا لا ما بشربش. يبقى عصير. مقبول يا فندم مقبول. اتفضل. بس نفسي اسألك سؤال. نعم. لما انت مقتدرة كده ليه بتمد ايدك؟ مش احسن ما مد شرفي؟ وايه اللي يجبرك على كده؟ كنت لازم اربي اخواتي. وطبعا قدرتي. وتخرجوا من الجامعة. المفروض يريحوك. اتبنوا مني. مش معقول. ما هو مش معقول يبقوا اساتذة واختهم شحات. طب ما تبطلي. انا اتعودت على مستوى معين ما اقدرش انزل عنه. مش مسألة مستوى، انا مثلا بعد ما اجوز البنتين. بكرة بعد ما تجرب العز مش هتقدر تبطلوا ابدا. بالله يا بنت الحب، بالله يا عبدك، بالله يا زوجتك، بالله يا ست الستات، ربنا يخليلك ابنك يا رب. ابني؟ والله ما انا مدياك. ده انا جوزها المتخلفة. يا لهوي، الحقني يا كامل، ده طلع جوزها مش ابنها. لله لله يا بيه، ربنا يخليلك المدام يا رب. دي بنت يا ولية. يا دي الخيبة، مش هنعرف نشحت يا كامل. لله. الحقيقة يا عمي انا عندي موضوع عايز اكلمك فيه، بس مش عارف اقول لك ايه. قول يا ابني، احنا مش غرب، ايه اللي مضايقك؟ هو انا لا، لكن ست الوالده متضايقه من تاخير الجهاز. الحقيقه يا ابني انا مريت بظروف صعبه قوي، لكن الحمد لله اتحلت. يعني ايه؟ طمن خالص، كلها كام شهر وعروستك هتكون في بيتك كامله من مجاميعه. متشكر، انا متشكر جدا يا عمي. انا هلف على كباريهات البلد كلها، انا هلكت. اصل اللي بيبقى خارج من كباريه ودافع دم قلبه بيبقى بيحن على المحتاج علشان ربنا يغفر له اللي عمله جوه. لله 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 يا محسنين. لله يا محسنين. ايه ده يا ولد وكيله؟ يعني عنده 9 عيال ومش لاقي وكيله؟ 9؟ اه. تشكر يا بيه. شوف ادي 10 جنيه. واحنا ايه بس يا عم اللي هيخلينا نستنى؟ ايه بس اللي يخلينا نستعجل؟ وما نستعجلش ليه؟ الشقه وجاهزه والعفش واشتريناه، ولا لمؤاخذه يعني هنفضل مركونين جنبه لغايه ما نهكع نهكع؟ انت بتهزر معاه؟ لا لا العفو عمي، انما هي كلمه واحده، جوازكم ما يمكن يتم قبل سماح وشوق. واحنا ذنبنا ايه بقى اذا كانت ظروفهم غير ظروفنا؟ المهم ظروف انا، بس ما انا ما عنديش استعداد الناس تاكل وشي ويقولوا جوز الصغيره قبل الكبيره، مستحيل. يا عمي سلام عليكم. سلام ورحمه الله. ها الشاي مظبوط؟ شايك مظبوط واكلك مظبوط، تسلم ايديك. بألف هنا وشيف. عملت ايه مع بتاع الموبيلي عشان عفش البنت؟ اتفقت معاه هياخد مني 500 جنيه في الشهر. على العموم انا تحت امرك، مستعديه اسلفك اللي انت عايزه. كتر خيرك، مستوره والحمد لله. اصلك مصاريفك كتيره وبتشتغل نص يوم. ايوه ما عشان الوظيفه الصبح. طب ايه رايك تاخد اجازه؟ اجازه؟ اجازه، اليومين دول مواسم والشغل فيه ياما. اجازه؟ ايه ده؟ سنه بدون مرتب؟ انت هتسافر ولا ايه؟ لا لقيت شغلانه فيها مكسب اكتر.
يا كامل يا اخويا قلت لك لو على فلوس على ظهر فرقه فلوسك. انا دلوقتي بكسب من باب حلال. طب يا سيدي ربنا يجعلنا من بركاتك. ربنا يقدرني واجيبك معايا. امين يا رب. شوف يا كامل اخويا ما دام فيها مكسب موافق. احسن يا محسن لله لله، احسن يا محسن لله. الحسنة بعشرة يا مؤمن، أسرك في الجنة مضمون. لله يا محسنين لله لله يا محسنين لله لله يا محسنين لله لله يا محسنين لله. حسنة قليلة تمنع بلاء وكتيرة. لله يا محسنين لله. الأخ منين؟ وزارة الصحة. وحضرتك؟ وزارة الصناعة. لله يا محسنين لله. احسن يا محسن، أسرك في الجنة مفتاحه في ايدك. مساء الخير يا ولاد. مساء النور يا ولاد. بابا ها عاملين ايه في المذاكرة؟ لا بالنسبة للمذاكرة بقى يا بابا. طيب خد يلا 10 جنيه هم بتوع المدرس بس على الله تنجح. ربنا يخليك. قلت يا بطه مش ناقصك حاجه؟ لا الحمد لله يا بابا متشكره قوي الحقيقه صلاح قايم بالواجب وزياده. ايوه وانت يا سماح كلها يومين ثلاثه وتنزلي بقى تنقي الموبيله تعجبك ما تلاقيش. الحمد لله ربنا فرجها وهحقق لك كل طلباتك. بس مش على حساب صحتك يا بابا، انا ملاحظه انك اليومين دول بتشتغل ليل ونهار. معلش معلش، المهم عندي انكم ما تحتاجوش لحد ولا ناقصكم حاجه. ربنا يخليك لينا ما يحرمناش منك ابدا. كيف اوضه المكتب دي؟ حلوه قوي المكتب ده بس متهيألي انه غالي. مفيش حاجه تقلع عليك انت وسماح. من فضلك. سعاده البيت. احنا عاوزين اوضه المكتب دي. انا اسف لسه متبقى بالبيت. كامل بيه ليه الفرص السعيده دي؟ اهلا يا كامل بيه. ايه بتعمل ايه هنا؟ البيك انا عاوز المكتب. ده ايه ده؟ انا ما كنتش فاهم ان الوظيفه الجديده بتجيب نتيجه سريعه بالشكل ده. المهن الحره مكسبها سريع. طب ما تقول لي بتعمل ايه؟ نعمل شركه سوا ولا حاجه؟ ما افتكرش تقدر علينا. ليه؟ خليك انت في الوزاره، دي شغلانه عاوزه موهبه خاصه. حلوه قوي القضيه ده يا شغل. ايه رايك؟ رأي الخاص انه ممتاز. لو سمحت ممكن تخلي بس الانتريه ده يومين؟ مش ممكن يا فندم، دي اخر حته من الموديل ما اظنش انها هتستنى كتير. لو عايزينها ممكن تحجزوها دلوقتي. خلاص بقى يبقى لازم نروح لبابا في الوزاره دلوقتي ونقول له يجي يدفع عربون. يلا بينا. كامل بيه واخد اجازه سنه بدون مرتب يعني لسه سماح. بابا إيه؟ في اجازه؟ ايوه ده قايم بالاجازه بقاله 4 اشهر. حضرتك ما تعرفيش ولا ايه؟ بقى والدك واخد اجازه بقاله 4 اشهر وجايباني هنا. من غير حب استطلاع مين سعادته؟ خطيبي. اهلا 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 وسهلا يا فندم. احلام سيادتك اوامر يا فندم. شاي قهوه جنزبيل حاجه ساعه. متشكر يا استاذ متشكر. عندي كركديه جايه من اسوان يا فندم. متشكر يا استاذ اتفضلي. عن اذنك. اتفضل. الف سلامه. طريق السلامه. مع السلامه سعاده البيت. مع السلامه. بنته مش عارفه انه في اجازه. دي لسه ماشيه من عندي حالا يا سعاده البيت. ايوه بس ايه اللي يخليه يخبي عيد ميلاده حاجه زي دي يعني؟ اكيد في حاجه مش عايزهم يعرفوها يا فندم. ايه حاجتين؟ حاجتين يا راجل دول ولاده. انا ما حبيتش اقول لكم ان انا خدت اجازه بدون مرتب عشان ما فيش لزوم حد يعرف ان انا سبت الحكومه وبشتغل في الاعمال الحره. فين يا بابا؟ ايوه في شركة استثمار بشتغل مستشار. دي شركة كبيرة قوي. اسمها ايه؟ لا انتوا ايه بس اللي وداكوا الوزارة؟ اصل يا بابا بصراحة احنا شفنا انتريه وعجبنا قوي وكان نفسي يعني ان حضرتك تحجزه لنا. اعتبريه محجوز. بجد يا بابا؟ ايوه بجد بجد. ربنا يخليك ليا. Thank you.
انا قليل اخدنا بلاوي كتيرة. هنيالك يا فاعل الخير والثواب. اعملوا حسابكم هنعمل الفرحين في ليلة واحدة. ليه بس يا بابا؟ ما تخليهم ليلتين. ليه؟ عشان بدل ما تجيب لي بدلة واحدة يبقوا بدلتين. اخلص خالص. خلاص خلاص يا عمي، اللي تشوفه حضرتك احنا موافقين عليه. نعم احنا ايه احنا دي؟ لا مؤاخذة يا دكتور، انا شايف يعني ان مفيهاش حاجة ان احنا نعمل الفرحين في ليلة واحدة. طب والمعازيم؟ لا لا لا، انا شايف المكان ضيق ومش هيساعد. خلاص نعمل صوان عندنا فوق السطوح. عايزة تقعدي اساتذة جامعة فوق السطوح؟ يا سيدي انا هعدهم لك في الشيراتون. يا رايك يا فاطمة نعمل الفرح هناك؟ يا ريت، ده يبقى يجنن ونصوره فيديو ونعرضه في السيما كمان. انا متأسف ما اقدرش. ليه بس يا ابني؟ فيها ايه لما نعمله في اوتيل كبير؟ يا عمي انا كنت متفق ان احنا نعمله في نادي اساتذه الجامعه. عشان عشان ايه يا دكتور؟ عشان هيكرموك في الاجر يعني؟ ولا يهمك. شوف بقى مصاريف الفرح والبوفيه وكفه شيء في رقبتي. انت تؤمر ابو نسب. ابو نسب؟ ايه ابو نسب دي؟ انا بيني وبينك خلاف فكري جذري حاد. لا اله الا الله. بسمتك عمي حضرتك فاهم يعني ايه فكري جذري حاد اللي قاله ده؟ الله الحقيقه يا ابني اهو سعادة مدير عمه مش عارف. بقولك يا دكتور سيبولي يا عم بس، انا نفسي انك تفك. ها سيب نفسك انت ليا وانا هخلصك من الفكر الجذري الحاد ده خالص، ما تشغلش بالك. طيب طيب طيب. اتفقنا خلاص يا عم على خيرة الله. خلاص يا ماما كاتب الكتاب الخميس الجاي. وهيبقى عالضيق كده زي الخطوبة؟ لا ده هيبقى في الشيراتون كده مرة واحدة. امال ايه، هو كاتب بيه شوية حاجة كده بمقام مركزه. البنك يقفل حجري بسرعة غير هدومي واستعد للفرح، اصل ورايا حاجات كتير قوي. الف مبروك مقدما. جبت بكشيش سنتيه مزمزيه. حتى ما رحناش ده زي ما تكون الارض انشقت وبلعته. عاجبك والدك وعمايله البايخه؟ ايه البايخه دي؟ ما تحسن ملافظك يا دكتور، ملاف الساعه ده برضه. هو معقول يا عم يغيب في يوم زي ده بخاطره يعني؟ مش انت السيد عبد الحميد اللي اتمسكت تسول قبل كده؟ ما تروحوا تمسكوا اللي شغالين سرقه وتهليب في البلد وبتقولوا عليهم بهوات. ايه اللي في ايدك ده؟ حاجتي. وريني. سرقاه؟ فشر، انا مش حراميه، ده انا مشتريها بفلوسي. ده يسوى 100 جنيه. هو نحل ولا ايه؟ احترمي نفسك. وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي كامل عبد الشكور. انت بتشتغل ايه؟ على باب الله كذاب. أنا فايد عبد الغني يا فندم، وكيل الوزارة في المصلحة اللي البيه بيشتغل فيها مدير عام. مدير عام؟ أنت مدير عام؟ أيوه. أرجوك يا حضرة الضابط تثبت في المحضر عندك إن الأستاذ أساء للوزارة والمصلحة اللي بيشتغل فيها أشد الإساءة، ومتمسك بتوقيع العقاب الوظيفي عليه وبمنتهى الشدة.
اي حاجه عايزها مني حضرة الضابط؟ لا شكرا، اتفضل انت. عموما انا نمرتي في الوزاره وفي المكتب وفي البيت في الكارت عن ساعتك. شكرا، مع السلامه. خذوا مع التخشيب. حاضر يا فندم. ولا يهمك، 10 جنيه ونخرج بكره من سراي النيابه. البلط تسمح لي بكلمه يا حفظ الضابط؟ سيبه. حاضر يا فندم. على فكره ده ثمنه 120 جنيه مش 100. تعال اتفضل. اتفضل اقعد. أرجوك يا حضرة الضابط، أنا مش عاوزك ترحمني عشان وظيفتي، لا عشان سني. أنا ظروفي سيئة أوي، بناتي بيتجوزوا الليلة. تخيل سيادتك موقفي هيكون إيه قدام بناتي وجوازهم لو ما حضرتش الفرح. صدقني يا ابني أنا ما يهمنيش نفسي، أنا وصلت اللي أنا فيه ده علشانه. حرام حرام تحرمني إني أحضر فرحه، ده اليوم اللي بستناه طول عمري. أرجوك يا ابني سيبني أمشي، أقسم لك بشرفي إني هكون عندك بكرة الصبح، هكون عندك بعد الفرح. أنا مش عاوز حد يحس بحاجة، واعتبرني يا ابني زي والدك، ولو اني في موقفي ده ما يشرفكش ان واحد زي يبقى والدك. وبعدين يا شوقي في التاخير ده، المعازيم مستنيانا في الشيراتون. حالا حالا يا ماما، اكيد كمل بيه زمانه جاي. لا دي قله ذوق، هما فاكريننا عازمين ايه؟ اسطوات؟ احنا عازمين اساتذه جامعات. وبعدين بقى يا جوانب، ايه حكايه اسطوات دي؟ هو ماله الوسطى يعني؟ ما هو الوسطى اصل كلمه استاذ. وبعدين بقول لك ايه؟ لا يميها انت وابنك في الليله اللي مش فايته دي، لقلبها كوبي على دماغكم. انت ازاي تكلم الهانم ماما بالطريقه دي؟ الهانم ماما؟ بقول انت بالذات انا مبوق منك، عارف لو ما لعبتهاش انا هكيلك. الله، معقول يا جماعه قاعدين كده وسايبين كامل بيه في الاسم؟ اسم؟ ليه؟ حصل له ايه؟ بابا بيعمل ايه في الاسم؟ يا جماعه اهدوا خلونا نفهم ايه الموضوع. لا مؤاخذه سيدنا البيه، هو كامل بيه في الاسم بيعمل ايه؟ شاكي حد يعني؟ للاسف مقبوض عليه. بتهمه ايه؟ الحقيقه معرفش، روحوا اسم السيده وانتوا تعرفوا مقبوض عليه ليه؟ بتهيألي بسرعة عشان تلحقوا تعملوا حاجة. عيطوش يا اولاد، أزوة هتعدي باذن الله. حبيبي يا بابا، انا زعلان منك قوي يا عمي. ايوه يا ابني، لو كنت بعتبرني ابنك صحيح كنت حكيت لي كل ظروفك. ده انا مستعد افديك برقبتي. صلاح انت شهم وابن بلد وطول عمر الجدع. ده احنا اهل يا عم، اهل. وبعدين اذا كانت سماح مسؤوله منك فدي زي اختي. اختي انا مستعد ادفع من جنيه لعشره الاف جهازه. حقيقي البني ادم ما بتعرفش الا في وقت الشده، وانت اصيل يا ابني اصيل. شوقي الحمد لله انك جيت، انا متاكده انك هتقوم جنبينا في الازمه دي. ودي ازمه دي فضيحه. اودي وشي فين بعد عملتك دي؟ اقول ايه لزمايلي في الجامعه؟ ظروف يا ابني، سماح كان لازم تتجهز، وانت طالب اربع اوض ومديني الف جنيه، كنت اعمل ايه؟ اكسر قلبها. تغشتني، خدعتني. انا كنت حناسب مدير عام، من دلوقتي اعتبر خطوبة لبنتك مفسوخة، ومن فضلك ترجع لي المهر والشبكة قبل ما الجأ للوسائل القانونية.
ياه الوسائل القانونية. يا خسارة يا شوقي، اتغشيت فيك، كنت فاكراك انسان بحق وحقيقي. انا لما يشرفنيش اتجوز واحد زيك. انت تسكتي خالص. انت اللي تسكت خالص. ما انت لازم تدافع عنهم، ما انت منطنتهم. ده يشرفنا قوي يا استاذ. وبقول لك ايه، اوعى تزودها بكلمه، ان كان على المهر والشبكه بتوعك هيوصلوك على دائر مليه. بتفضل. انا اسف يا بنتي على اللي حصل بسببي. ما تقولش كده يا بابا، انا طول عمري فخوره ان بنتي كامل عبد الشكور. مهما حصل مش هتنازل عن احساسي ده ابدا. احنا لينا الشرف يا بابا ان احنا اولادك. الشرف؟ انا خلاص اتفضحت، حتى الوظيفه هتضيع، موقفي هيبقى ايه قدام المجتمع؟ ما تفكرش في حاجه دلوقتي يا عمي، شده وزول ان شاء الله انا هوقف لك اكبر محامي في البلد. بصحه المدير عام سابقا، اعتقد حضرتك مفروض تديني 50,000 جنيه والهانم 20، مش كده؟ واذا سمحت كاش، ما احبش الشيكات. مش تستنى الاول يا فايد بين نشوف اذا كان هيتحجب عليه؟ يا رؤوف بيه، الراجل اتظبط متلبس، يعني هيتسجن ويترفض من وظيفته. مسخير عم كامل، ما قدرش يفهم العصر اللي هو عايش فيه. لذا فالنيابة تطالب له باقصى العقوبة، ليكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بقوانين الدولة. وشكرا. دفاع. لا من فضلك يا سيادة القاضي، انا عاوز اتكلم بنفسي. يعني مش عاوز محامي؟ لا، مع تقديري للاستاذ محدش حاسس بوجعتي اللي انا. تفضل. القضية دي مش قضيتي انا لوحدي، قضية كل موظف عايش بشرفه، كل موظف بيتعب ويشقى ويعرق. اي نعم انا مدير عام، لكن بكام؟ ب130 جنيه في الشهر. 130 جنيه، ومطلوب مني اعلم ولادي واجوزهم واكل واشرب واعيش بشرف. صحيح في ناس غيري نسوا الشرف والامانه، لكن اتمتعوا بالدنيا وعاشوا. اي موظف مسكين زي حالاتي يعمل ايه هو شايف متع الدنيا حواليه وهو مش عارف يتمتع بيها؟ يعمل ايه هو شايف بناته في عذاب من الحرمان اللي هم فيه؟ ازاي يواجه جشع التجار؟ ازاي يقف والدنيا بتغلى كل يوم وهو مش عارف يعمل حاجه؟ صحيح الحكومه بتحاول تساعد الموظف بكل امكانياتها، لكن يوم ما تديله علاوه 15 جنيه الدنيا بتغلى 30. محدش حاسس بينا، كأننا أعداء فريسة والكل عاوز ياكلها. سيادتك قلت لي إنني قدوة سيئة للموظفين. أنا عاوز أسأل سيادة القاضي، مرتبك كام؟ مهما كان يكفيك عشان تلبس؟ عشان تحتفظ بمظهرك؟ يكفيك عشان تحقق وتحكم بالعدل وأنت مرتاح الضمير؟ قولولي كنت اعمل ايه وانا عندي ولد بيتعلم وبنت بتتجهز، وانا مش عاوز امد ايدي ولا ارتكي ولا اخون شرف الوظيفه؟ ما كانش قدامي غير حلين، يسرق يشحت. اي حد فيكم لو فرق تاني كان يعمل ايه غير اللي عملته؟ كان يعمل ايه غير اللي عملته؟ كان يعمل ايه غير اللي عملته؟